بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور مصطفى محمود. فصل التوازن العظيم، ويتحدث فيه عن توازن البيئة. يقول الدكتور مصطفى محمود: لا أنسى تلك الليلة منذ سنوات وأنا في رحلتي في أدغال أفريقيا الاستوائية، أشق النيل العريض في سفينة نيلية، وقد تجاوزنا الملكال ودخلنا منطقة يكثر فيها البعوض وينبسط فيها النيل على شكل مستنقعات على مدى البصر، والسفينة تتهادى على سطح الماء في جو لزج شديد الرطوبة، ويقع مريضا بالملاريا كل من على السفينة حتى الربان، وأنا أبتلع أقراص الكاموكين بانتظام خوفا من الإصابة بالحمى. وذات ليلة خطر لي أن أصعد على سطح السفينة لأشاهد أفريقيا الاستوائية بالليل، ودهنت وجهي وذراعي بطارد البعوض وتسللت إلى السطح، وكان ما رأيته شيئا كالحلم. كانت آلاف الأشجار تضيء وتنطفئ، وكأنها أشجار عيد الميلاد يلهو بها الأطفال، وقد غطوها بآلاف القناديل الكهربائية الصغيرة يضيئونها ويطفئونها معا، ومسحت على عيني من الدهشة وعدت أنظر. كان ما أرى حقيقة لا خيالا، كانت الأشجار تومض بالفعل كأنها مغطاة بآلاف الكهارب ثم تنطفئ. وأخبرني الربان أن ما رأيت في تلك الليلة كان هو الحقيقة بعينها، وأن تلك الأشجار تغطيها آلاف من حشرات الحبائب المضيئة، وأنها تضيء معا لتجتذب البعوض بضوئها ثم تأكله وتعود فتنطفئ لتضيء من جديد، وأن هذه سنة الطبيعة، كلما تكاثرت فيها حشرة اصطنع لها الله حشرة مضادة تأكلها ليحفظ للمخلوقات توازنها، فلا يطغى واحد على الآخر إلا بحساب. وظللت أذكر تلك الليلة، وظللت أذكر ذلك الحديث، وكل يوم يجتمع لدي المزيد من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن العظيم في كل شيء، وأن كل شيء قد قدر فيه تقديرا دقيقا. لو كانت الكرة الأرضية أصغر حجما مما هي لضعفت جاذبيتها، ولأفلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء، ولتبخر الماء وتبدد، ولأصبحت جرداء مثل القمر، لا ماء ولا هواء ولا جو، ولاستحالت الحياة. ولو كانت أكبر حجما مما هي لازدادت قوتها الجاذبة، ولأصبحت الحركة على سطحها أكثر مشقة، ولازداد وزن كل منا أضعافا، ولأصبح جسده عبئا ثقيلا لا يمكن حمله. ولو أنها دارت حول نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثلا، لاستطال النهار إلى 14 يوما والليل إلى 14 ليلة، ولتقلب الجو من حر مهلك بطول أسبوعين إلى صقيع قاتل بطول أسبوعين، ولأصبحت الحياة مستحيلة. وبالمثل لو أن الأرض اقتربت في فلكها من الشمس مثل حال الزهرة لأهلكتنا الحرارة، ولو أنها ابتعدت في مدارها مثل زحل والمشتري لأهلكنا البرد. وأكثر من هذا، فنحن نعلم أنها تدور بزاوية ميل قدرها 33 درجة، الأمر الذي تنشأ عنه المواسم وتنتج عنه صلاحية أكثر مناطق الأرض للزراعة والسكن. ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا لم تصت الأكسجين، ولما وجدنا حاجتنا من هذا الغاز الثمين للتنفس،
ولو كانت البحار أعمق لم تصت المياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون، ولما وجد النبات كفايته ليعيش ويتنفس. ولو كان الغلاف الهوائي أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشهب المتساقطة، بدلا من أن تستهلك هذه الشهب وتتفتت في أثناء اختراقها للغلاف الهوائي الكثيف كما يحدث حاليا. ولو زادت نسبة الأكسجين عما هي عليه حاليا في الجو لازدادت القابلية للاحتراق، ولتحولت الحرائق البسيطة إلى انفجارات هائلة. ولو انخفضت لاستحال نشاطنا إلى خمول. ولو أن الثلج أقل كثافة من الماء لما طفى على السطح، ولما حفظ أعماق البحار دافئة وصالحة لحياة الأسماك والأحياء البحرية. ولولا مظلة الأوزون المنصوبة في الفضاء فوق الأرض والتي تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض إلا بنسب ضئيلة لأهلكتنا هذه الأشعة القاتلة. فإذا جئنا إلى تشريح الإنسان نفسه فسوف نرى المعجز والملغز من أمر هذا التوازن الدقيق المحسوب. فكل عنصر له في الدم نسبة ومقدار: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، السكر، الكوليسترول، البولينا، وأي اختلال في هذه النسب ولو بمقادير ضئيلة يكون معناه المرض. فإذا تفاقم الاختلال فهو العجز والموت. والجسم مسلح بوسائل آلية تعمل في تلقائية على حفظ هذا التوازن طوال الحياة، بل إن قلوية الدم لها ضوابط لحفظها، وحموضة البول لها ضوابط لحفظها، ودرجة الحرارة المكيفة دائما عند 37 مئوية من ورائها عمليات فسيولوجية وكيميائية تحفظها ثابتة متزنة عند هذا المستوى. وكذلك ضغط الدم وتوتر العضلات ونبض القلب ونظام الامتصاص والإخراج ونظام الاحتراق الكيميائي في فرن الكبد، ثم الاتزان العصبي بين عوامل التهدئة والإثارة، ثم عملية التنظيم التي تقوم بها الهرمونات والإنزيمات بين التعجيل والإبطاء للعمليات الكيميائية والحيوية، معجزة فنية من معجزات التوازن والاتساق والهرموني يعرفها كل طبيب وكل دارس للفسيولوجيا والتشريح والكيمياء العضوية، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولن تنتهي الأمثلة في عالم النبات والحيوان والطب والفلك، مجلدات ومجلدات، وكل صفحة سوف تؤيد وتؤكد هذا التوازن المحكم والانضباط العظيم في عالم الخلق والمخلوقات. والقول بأن كل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقا هو السذاجة بعينها، كقولنا إن انفجارا في مطبعة أدى إلى أن تصطف الحروف على هيئة قاموس محكم. والكيميائي المغرور الذي قال: ايتوني بالهواء والماء والطين وظروف نشأة الحياة الأولى وأنا أصنع لكم إنسانا، هذا الكيميائي قد قرر احتياجه سلفا لكل العناصر والظروف، وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعة الخالق الذي خلق الشيء وخلق ظروفه أيضا. ولو أن آتيناه بكل هذه العناصر وكل تلك الظروف، ولو أنه فرضا وجدلا استطاع أن يخلق إنسانا، فإنه لن يقول صنعته الصدفة، بل إنه سوف يقول صنعته أنا،
والكلام عن القرد الذي يجلس على آلة كاتبة لمدى لا نهاية من الزمان ليدق لا نهاية من الإمكانيات، وكيف أنه لا بد يوما ما أن يدق بالصدفة بيتا لشكسبير أو جملة مفيدة، هو كلام مردود عليه. فسوف نسلم جدلا وفرضا بأن هذا حدث في الطبيعة، وبأنه حدث صدفة واتفاقا، وبعد ملايين الملايين من التباديل والتوافيق بين العناصر تكونت بالصدفة في مياه المستنقعات كمية من الحامض النووي DNA الذي يستطيع أن يكرر نفسه. لكن كيف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوي إلى الحياة التي نراها؟ سوف نعود فنقول بالصدفة أمكن تشكيل البروتوبلازم، ثم بصدفة أخرى تشكلت الخلية، ثم بصدفة ثالثة تشعبت إلى نوعين، خلية نباتية وخلية حيوانية. ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة، ومعنا هذا المفتاح السحري. كلما أعيتنا الحيلة في فهم شيء قلنا إنه حدث صدفة. هل هذا معقول؟ بالصدفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد آلاف الأميال وعبر الصحارى والبحار. بالصدفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها ليخرج. بالصدفة تلتئم الجروح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح. بالصدفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها. بالصدفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة لتطير عبر الصحارى إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن. بالصدفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقة حياته. بالصدفة صنعت البعوضة لبيضها أكياسا للطفو بدون معونة أرشميدس، والنحلة التي أقامت مجتمعا ونظاما ومارست العمارة وفنون الكيمياء المعقدة التي تحول بها الرحيق إلى عسل وشمع، وحشرة الترميت التي اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الهواء فأقامت بيوتا مكيفة وطبقت في مجتمعها نظاما صارما للطبقات، والحشرات الملونة التي اكتشفت أصول وفن مكياج التنكر والتخفي. هل كل هذا جاء صدفة؟ وإذا سلمنا بصدفة واحدة في البداية، فكيف يقبل العقل سلسلة متلاحقة من المصادفات والخبطات العشوائية؟ إنها السذاجة بعينها التي لا تحدث إلا في الأفلام الهزلية الرخيصة. وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة، فبدأ يحاول التخلص من كلمة صدفة ليفترض فرضا آخر، فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصانيفها بدأت من حالة ضرورة، مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع، ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات فنشأت كل هذه الألوان، وهو مجرد لعب بالألفاظ. فمكان الصدفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة، وهي في نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى سيمفونية تلقائيا. كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف؟ ومن الذي أقام الضرورة أصلا؟ وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة؟
إنها استماتة العقل الخبيث المكابر ليتجنب صوت الفطرة الذي يفرض نفسه فرضا ليقول إن هناك خالقا مدبرا هو اليد الهادية وعصا المايسترو التي تقود هذه المعزوفة الجميلة الرائعة. هذا التوازن العظيم والاتساق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذي يتألف من ملايين الدقائق والتفاصيل يصرخ بأن هناك مبدعا لهذه البدائع وأنه إله قادر جامع لكل الكمالات قريب من مخلوقاته قرب دمها من أجسادها معتن بها عناية الأب الحنون مستجيب لحاجاتها سميع لآهاتها بصير بحالاتها وأنه الله الذي وصفته لنا الأديان بأسمائه الحسنى ولا سواه وليس القانون الأصم الذي تقول به العلوم المادية البكماء ولا إله أرسطو المنعزل ولا إله أفلاطون القابع في عالم المثل ولا هو الوجود المادي بكليته كما تصور إسبينوزا وأتباع وحدة الوجود وإنما هو الأحد الذي ليس كمثله شيء المتعالي على كل ما نعرف من حالات وصور وأشكال وزمان ومكان ظاهر بأفعاله خفي بذاته لا تراه الأبصار ويرى كل الأبصار بل إن كل الأبصار ترى به وبنوره وبما أودع فيها من قدرة والعقل العلمي لا يعترف بهذه الكلمات الصوفية ويريد أن يرى الله ليعترف به فإذا قلنا له إن الله ليس محدودا ليقع في مدى الأبصار وإنه اللانهاية وإنه الغيب يقول لنا العلم إنه لهذا لا يعترف به وإنه ليس من العلم الإيمان بالغيب وإن مجال العلم هو المحسوس يبدأ من المحسوس وينتهي إلى المحسوس فنقول للعلم كذبت إن نصف العلم الآن أصبح غيبا العلم يلاحظ ويدون الملاحظات يلاحظ أن صعود الجبل أشق من النزول منه وأن رفع حجر على الظهر أصعب من رفع عصا وأن الطير إذا مات وقع على الأرض وأن التفاحة تقع هي الأخرى من شجرتها إلى الأرض وأن القمر يدور معلقا في السماء وهي ملاحظات لا تبدو بينها علاقة ولكن حينما يكتشف نيوتن الجاذبية ترتبط كل هذه الملاحظات لتصبح شواهد دالة على هذه الجاذبية وقوع التفاحة من شجرتها وصعوبة تسلق الجبل وصعوبة رفع الحجر وتعلق القمر في السماء إنها نظرية فسرت لنا الواقع ومع ذلك فهذه الجاذبية غيب لا أحد يعرف كنهها لم يرى أحد الأعمدة التي ترفع السماوات بما فيها من نجوم وكواكب ونيوتن نفسه وهو صاحب النظرية يقول في خطاب إلى صديقه بنتلي إنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس تؤثر على مادة أخرى وتجذبها مع أنه لا توجد بينهما أي علاقة فها هي ذي نظرية علمية نتداولها ونؤمن بها ونعتبرها علما وهي غيب في غيب والإلكترون والموجة اللاسلكية والذرة والنيوترون لم نرى منها شيئا ومع ذلك نؤمن بوجودها اكتفاء بآثارها ونقيم عليها علوما متخصصة ونبني لها المعامل والمختبرات وهي غيب في غيب بالنسبة لحواسنا
والعلم لم يعرف ماهية أي شيء على الإطلاق، ونحن لا نعرف إلا أسماء، لا نعرف مسميات، نحن نتبادل مصطلحات دون أن نعرف لها كنها. والله حينما علم آدم علمه الأسماء فقط ولم يعلمه المسميات، وعلم آدم الأسماء كلها، وهذه هي حدود العلم وغاية مطمع العلم، أن يتعرف على العلاقات والمقادير، ولكنه لا يستطيع أن يرى جوهر أي شيء أو ماهيته أو كنهه. هو دائما يتعرف على الأشياء من ظواهرها ويتحسسها من خارجها، ومع ذلك فهو يحتضن بنظرياته كل الماهيات، ويفترض الفروض، ويتصور مسائل هي بالنسبة لأدواته محض غيب وتخمين. نحن في عصر العلم الغيبي والضرب في متاهات الفروض، وليس للعلم الآن أن يحتج على الغيبيات بعد أن غرق إلى أذنيه في الغيبيات، وأولى بنا أن نؤمن بعالم الغيب خالقنا البر الكريم الذي نرى آثاره في كل لمحة عين وكل نبضة قلب وكل سبحة تأمل. هذا أمر أولى بنا من الغرق في الفروض.